هنبتدي بالخبر الأول. بص معايا كده على الشاشة. حاضر. نشوف مع بعض. إيه الأدب ده؟ مأساة هشام المليجي، فنان صاحب عزة نفس يرفض المساعدة. ده طبعا انت عارف الموضوع اللي بيخص جارتك والمنشور اللي نزلته. أيوة. والضجة اللي حصل حواليها. استخدام الكلمة مأساة، هل هو الوضع بحجم المأساة باستخدام هذه الكلمة؟ خالص والله. طيب ليه؟ لكن ليه اللي تم استخدامها؟ بصي، هو في حاليا سوق جديد فتح اللي هو الديجيتال. اوكي. فده المنصات دي من عدد المشاهدات والتفاعل بتكسب فلوس. اوكي. ممكن تبقى سنتات يعني، بس لما المشاهدات دي بتزيد والترافيك بيبقى عالي ففي داخل في مردود. اه في مردود. فهم دايما لازم يبقى يعني لازم تبقى العناوين يعني يخش يشوف ايه مأساة. حتى بتلاقي عناوين وتقعدي تتفرجي للاخر ما تلاقيش حاجه من اللي مكتوب خالص. مش عارف. انت عارف هشام، بس الموضوع ده كان من قبل، بس ما كانش بالفلوس دي يعني. من قبل كانت الصحافه برضو المكتوبه هو تنزل عناوين طنانه رنانه، يبقى الموضوع اقل بكتير يعني. صحيح. المتناول جوه. صحيح، بس هو اصل الموضوع تراكمي. يعني مش خبر واحد هو اللي هيفرق، لا ده كل يعني سر نجاح السوق ده. الاستمراريه. مش مهم مش مهم ايه اللي بيتقال. فبتلاقي حاجات مثلا انظر فضيحه زوجة فلان الفلاني لما الفنان فلان الفلاني سلم على مش عارف مين وأحرجه. وتبصي على تخش تشوفي فيه ايه، تلاقي مفيش حاجة. هو بس عنوان. طيب أنا مش بس بنطلق من فكرة العنوان، أنا عم بنطلق من مضمون كتبته جارتك، صح؟ أيوة. خبر هي اللي كتبت يعني، وكأنه بتقول انه فنان بحجم هشام المليجي يستحق فرص اكتر، هو ما بيشتغلش دلوقتي. لا 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 الموضوع. أيوة. ده والصامت اللي يعني قالت حاجات. انت اتفاجئت اول ما انت يعني تلقيت الخبر؟ مش اول مره تعمل حاجه زي كده. هي بتعمل كده مع كل زمايلها على فكره، البنت دي. بجد؟ وعملت كده معايا من 6 سنين، نفس الاتجاه، نفس الحركه يعني. وان هو موهوب وازاي ومش واخد فرصته وبتاع. قلت لها راني يعني ما فيش داعي يعني. انا لطيف ومش بشتكي من حاجه والحياه زي الفل، وما اشتكتش يعني لحد او اشتكيت لك انت مثلا. فما فيش داعي يعني. قالت لا، والموهوبين وياخدوا حقهم وبتاع. قلت لها لا، ما تعمليش كده تاني. فالمره دي بقى عملت كده وقالت بقى بيصعب عليا وبتاع. عملت ايه ساعتها اول ما قريت الخبر؟ كلمتها؟ خدت الموضوع. كلمتها قلت لها شيلي اللي انت حطاه ده، بس كان تو ليت طبعا. كانت تاخد بقى سكرينات شوت كتير وكده. وطلعت للناس، كان ليله نص شعبان على فكره. فالناس دعت لي، دخلت طبعا الناس بتحبني الحمد لله. فالناس دخلت تدعي لي بقى وربنا يفك زنقته وربنا معاه واحنا بنحبه والعصيان وكحرته وبتاع. فانا يا جماعه شكرا على صديقتي على الاحساس اللطيف، وبشكر الناس اللي دعت لي بالمناسبه النهارده نص شعبان، ويا ربنا يستجيبه وبتاع. مفيش حاجه وانا كويس. حاولت ان انا هدي الموضوع، بس بعد كده يعني للاسف لقيتها بتعمل مداخله. يعني انا خلاص كدت وقلت انا مش هتكلم في الموضوع ده ومش هعمل اي لقاءات ولا هطلع لايف ولا هتكلم في الحكايه دي. أوكي. لان ماليش هي يد فيها. هي رانيا هشام صح؟ لقيتها رانيا. بعديها بيومين ثلاثه كده لقيتها بتعمل مداخله. طب ليه كده بقى؟ يعني احنا خلاص الموضوع بقى، ما انا سكت الناس وما حصلش حاجه وشكرا لصاحبتي والحياه لطيفه وما فيش حاجه يا جماعه. فضايقت اكتر، فكتبت لها بقى ما تدخليش في حياتي وما تتكلميش عني وحياتي. رديت عليها في بوست تاني. ما هو إيه؟ الناس قالت ايه؟ ليه ما كانش الكلام بينك وبينها؟ كلمتها ما قفشت. كلمت عمرو عبد العزيز، عمرو، رانيا، اقول لرانيا مش عارف ايه قبلها. كلمت كل زمايلها اللي عارف ان هي على علاقه بيهم، اقول يعني يا جماعه في ايه يعني. بس طبعا كان الموضوع بقى ايه، سكرين شوت على طول. وكلمة من هنا على كلمة من هنا، وخبر قبل خبر في التوقيتات. ففي دربكة جامدة جدا، في سيولة جامدة جدا. يعني في تخطيط للموضوع، يعني مش هنحس النية الموضوع. لا 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 لا، هو الموضوع دي أثر اسمه أثر الفراشة. يعني ما تعرفيش جاي منين يعني. ممكن كلمة تهد بلد. زي الحرب العالمية الأولى كده، ما هو لما واحد اتقتل قامت الحرب.
طب الهدف من وراه يعني كسب ال ال الترافيك اللي انت انا دخلت كلمت مواقع حتى الخبر، يا جماعه شيلوا البتاع ده، انا ما نقدرش، الله عامل ترافيك فما نقدرش. لازم اجراء قضائي بقى، وانا بقى الشغل انا بقى هقعد بقى كل شويه اعمل. وخلصت على خلص على فين الموضوع؟ خلص على فين الموضوع؟ ما تمام، انا لسه مكلماني حتى مبركالي على التراك الجديد، وما فيش حاجه، دي بنت جدعه جدا وانا عارف ان نيتها كويسه وما تقصدش اي حاجه. بس طبعا يعني انت لو كتب عنك ان انت بتمر بالاكتئاب وان انت صعبانه عليكي حد انت صعبانه عليه، فده موضوع مش لطيف يعني. يعني ليه كده يعني؟ وانا ما اشتكيتش من حاجه وما قلتلكيش حاجه. يعني كان ردة فعله عليك عملت ايه يعني؟ غير انك اتضايقت بقصد يعني، لقيت الناس رجعت اتعاطفت اكتر معك، رجع اسمك في بقى مع وفي يعني في ناس كتبت يعني هي مش كتر خيرها وانت حد عارفك اصلا يعني، في ناس كتبت كده؟ في لا الكومنتات بقى في المواقع، وفي ناس لا هي ما يصحش تحرجه وفريدي هو مزنوق ما تديله فلوس على جنب او ترشحه يعني، هتلاقي كده وهتلاقي كده. واحد كتب مثلا بقى وهتتجوزوا امتى ان شاء الله، فاهم؟ وفي ناس افتكرت ان انا اللي متفق معاها على الموضوع ده. ودي كانت ده خنجر بقى. عشان يرجع اسمك ترند. ده انا كنت بكلم حد فقال لي لا والله ملعوبه، حد يعني عرفني المفروض ان هو عارفني كويس. قلت له ملعوبه؟ ايه اللي ملعوبه؟ قال لي لا لعبتوها حلو بتاع. فده حسيت ان في حد قام عامل لي كده، لانه حد اعرفه المفروض وعارفني كويس ويعرفك كويس وعارفني كويس. ازاي تفكر فيا بالشكل ازاي ده؟ ازاي تفتكر كده انت عبيط؟ يعني انا قاعد 50 سنه عشان اجي اعمل دلوقتي الترند بالشكل ده؟ الترند بالشكل ده ايه صح. فطبعا ده حاجه كانت مؤلمه جدا بالنسبه لي. اكتر حاجه ان حد يفتكر فيا حاجه مش موجوده فيا. صح. وان الناس تفهم حاجه او الناس تقرا خبر منشط مكتوب بوست على الفيسبوك ان انا قلت الكلام ده، يا جماعه انا ما قلتش كده. الكلام مجتزأ من سياقه، متاخد كلمتين من الاول وكلمتين من الاخر. خاصة انت رجعت كتبت حاجة ورديت عليها، يعني انت ما سكتش، انت رديت قلت بشكركم وبشكر شو بيقولوا اندفاعها نحو وزميلتي، بشكر زميلتي وبشكر كل الناس اللي دعوا لي، بس ومفيش أنا حاجة كويس، وانا كويس بس أنا ومفيش كويس. حاجة يعني.